يا مساء الخير عليك يا كابتن هيثم وعلى ضيوفك الكرام وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان، وجولة جديدة من جولات البالفور، أو بالتحديد طبعاً اللي هتأهلنا أكيد لنهائيات البال اللي هتكون مقامة في رواندا. الحقيقة إن المجموعة أصبحت مشتعلة جداً، الفرق كلها بتنافس للصعود. يمكن بقى أكلمكم أكتر عن مباراة النهاردة طبعاً بين النادي الأهلي المصري والنادي الأهلي الليبي، هيكون بقى ديربي عربي للمجموعة. الحقيقة يعني الفريقين مركزين بشكل قوي جدا، رجال النادي الأهلي المصري مركزين عشان عايزين بقى يحسموا الصعود والتأهل لنهائيات بالفور، وطبعا الأهلي الليبي أيضا عايز يفوز عشان يضمن الصعود كتاني المجموعة. يعني هنشوف بقى مباراة الحقيقة كبيرة جدا بين الفريقين، ويمكن مواجهتهم الأولى يعني كانت مواجهة قوية جدا كلنا شفناها، ولكن رجال النادي الأهلي قدروا الحقيقة يحسموا المباراة لصالحهم. شفنا مباراة كبيرة جدا وانتهت زي ما قلت لرجال النادي الأهلي المصري بنتيجة 98-86. ان شاء الله بقى كمان النهارده يقدروا يفوزوا في هذه المباراه، ونكون بنحتفل كلنا بالحقيقه وصول النادي الاهلي لنهائيات بالفور. يعني خليني اكلم حضراتكم اكتر عن استعدادات النادي الاهلي المصري. امبارح طبعا ما كانش فيه مباريات، لكن كان في مران لرجال النادي الاهلي. مران كان الساعه 2:15 على صاله الدكتور حسن مصطفى، استمر لمده ساعتين. والنهارده بقى كان في محاضره فنيه بالفيديو طبعا مع مستر اوجستي بوش عشان يتحدثوا بقى عن كل الامور المتعلقه بالمباراه النهارده، ويدرسوا الاهلي الليبي بشكل اكبر وبصوره اكبر عشان يكونوا مستعدين لمباراه النهارده. طبعا في حاله كبيره جدا من التركيز، رجال النادي الاهلي مركزين بشكل كبير جدا، الكل عايز يفوز في المباراه النهارده، لان طبعا لو فازوا ان شاء الله في مباراتهم النهارده وكمان مباراتهم غدا، ده بيسهل عليهم اكيد المشوار اكتر في نهائيات البطوله. طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق والفوز في المباراه النهارده. كمان بقى عايزه طبعا افكر جميع مشاهدين قناه النادي الاهلي بنتائج رجال الاهلي حتى الان في هذه البطوله. قدروا يفوزوا على فريق بانجي بنتيجه 85-79، طبعا قدروا يفوزوا على فريق سيتي اويلرز ايضا في المباراه الاولى بنتيجه 99-76، لكن تعرضوا لهزيمه في الدقائق الاخيره الحقيقه من المباراه، في المباراه الاخيره بنتيجه 82-81 على فريق سيتي اويلرز. وقدروا ايضا يفوزوا على فريق طبعا الاهلي الليبي بنتيجه 98-86. ان شاء الله بقى النهارده يكون الحظ حليف رجال النادي الاهلي ويحققوا فوز، وزي ما قلت نكون بنحتفل بتأهل رجال النادي الاهلي. يعني طبعا كمان خليني اقول لحضرتك كابتن هيثم انه رجال النادي الاهلي متواجدين في الصاله يمكن من الساعه 7:30، بداوا بالفعل عمليات الاحماء، ويمكن باين على وجوه اللعيبه الحقيقه التركيز الشديد جدا للمباراه. طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. ده على صعيد الاستعدادات. كمان بقى خليني اكلمكم عن الاجواء. يمكن النهارده في اقبال شديد من الجماهير المتواجدين في الصاله، وكمان اقبال شديد على تذاكر المباراه. الاجواء الحقيقه مميزه جدا، اجواء مشرفه للغايه الحقيقه للرياضه المصريه. فيعني الحقيقه احنا على موعد مع مباراه قويه جدا، سواء طبعا بالفرقتين فريق الاهلي المصري والاهلي الليبي، او كمان بوجود الجماهير. يعني دي الاستعدادات وكمان الاجواء من داخل صاله الدكتور حسن مصطفى. كمان طبعا قبل ما اختم كلامي بتمنى كل التوفيق لرجال نادي الاهلي لكره القدم امام فريق مازيمبي، ان شاء الله كمان بقى يتاهلوا النهارده للفاينل البطوله الافريقيه. والحقيقه ان هم دول بقى رجال النادي الاهلي وسيدات النادي الاهلي في جميع الالعاب بيشاركوا، والحقيقه بمشاركه مشرفه للرياضه المصريه. طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق، سواء طبعا رجال كره السله وكمان رجال كره القدم. مع حضرتك طبعا يا كابتن هيثم لو حضرتك اي استفسارات، والان العوده ليك مره اخرى في الاستوديو.